حلا فجر حدوق الخصوبة وامشي بخدم ما به الا النواوير، توه خضر وهالغنم ما رعوبه ما داج فيه الا البكارة، المغاتير ولا مقنيس مشوق صوبه يطيب اللي يرغبون المساير. والله يا طويل العمر البلع صارت معشوقة للكل، صغير سن كبير سن، حتى اللي نشوته في البلد تعينها اليوم صاحب منقية ويحب البل. عيالنا اذا عطلوا المدارس اتجهوا للبل في البر، والمنقية هذه منقية الشيخ محمد بن علي بن عدوه اخوي الكبير، للبل راحة نفسية ومعشوقة للجميع، والانسان اللي يبغى الراحة ويبغى يسلم الهموم اتجه للبل، سواء انه يقناها ولا يعيش معها. البل قصصها واجدة مع أي ومع غيره ومع أي بدوي تحصله في هالدير. قصة مع الأمير شقران عبد الله بن محمد الله يرحمه ويتجاوز عنه، شرى ناقة طعمرك قال لها دعاسة من تحت شروره من ابن نشقة الصيري، وكان معه من أخويا طعمرك عبد الله بن شويل العامر يام، وجابها ونزلها في الدهنة مع أبله، وبعد شهرين طعمرك غانت عليه. بعد ما طرح لها ودوروا لها ودوروها أخيرا عينوها في محلها محل شروها ورا شروره، شلها طعمرك عبد الله بن شويه العامر لين جابها هنا في الدهنة عند شقراء. اوريك الحين انا بضرب البيت وبرجع ورا وتشوف البيت ترجع ساكتي. جو 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 هلا هلا. شايب الله يرحمها تجاوز عنها عام 26، كان في ميزانيه في نجران طعمرك وبيع لها ناقه لها مده 5 سنوات اسمها العفري. وجيت انا وياها نتمشى في السوق طعمرك اللي هي عرفها، قال يا عايض هذه ناقتي، قلت ما يبيها يا لها باركة عمرك ودعاها باسمها العفري العفري. والله يوم جاته تعبر الشايب وكانت في خاطره وقلت لله احياني وحياك يا والدي، نتوقع ان شاء الله في المراحل البل. وبعد يوم طعمك شرت هاله وارسلت هاله في الماء عندها لها البل ما هي برخصته عندها لها. والله الشباب يحبون البل اكثر من بعض الشباب. واضرب لك مثال، قبل يومين طعمرك فهد بن ناصر المسردي يدرس الثانوي ماخذ الاول في المفاريد شعل بقعود سماه فهد بن حذلي، هذا هو يدرس الثانوي واخذ الاول، اللي يديك هذا الدليل على حب البل وحب الشباب البل. والله اني ما اذكر واحد اليوم من 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 محيطنا الا ما هو يحب البل. اي والله والله احب هذا طال عمرك ابو علي عليه السلام، وحنا تحت قال ابو زيد سدره وحنا عصافير. هاي طال عمرك حلا يحبها محمد بن علي ونحبها احنا، نحب محمد الهاو والبل معشوقه الكل. وهذه ها شفت البل غايته عندنا جدا.